طيب دي جزئيه، نركز مع بعض بقى في الكلام اللي جاي عشان عندي ليكم مفاجآت. اولا انا قلت ان الكلام النهارده بتاعي في ملف التحكيم كله هيبقى نفي، كله هيبقى نفي. وعايز اقول حاجه لكل الناس اللي بتتابعنا، سواء جمهور، نقاد، خبراء تحكيم، محللين، مسؤولين، احنا مش طالعين ندافع لا عن امين عمر ولا عن محمد عادل، ولا هنهاجم امين عمر ولا هنهاجم محمد عادل. ليه دايما مبدا كده في مساله تناول الملف التحكيمي تحديدا؟ ليه؟ لان اللي بيتقال من امبارح بعد مباراه الزمالك والمقاولين في حاجات البعض حاول يمس فيها النادي الاهلي، وانا ما اعرفش ايه فكره اللي انت لما تكون بتلعب مباراه الاهلي ليس طرف فيها تدخل الاهلي طرف حتى لو بشكل غير مباشر، بس انا هتناول ده برضو. ولكن انا داخل انفي ايه؟ لان انا تواصلت مع مسؤول بارز في لجنه الحكام، قال لي لا تم ايقاف امين عمر ولا تم احاله امين عمر للتحقيق، ولا لجنه الحكام اجتمعت اصلا لمناقشه ما حدث بالامس. لسه في اجتماع، لسه في اجتماع للجنه الحكام عقب ختام مباريات الاسبوع الثاني. يعني الاسبوع الثاني كده لما يخلص اللجنه هتجيب الحالات وتستدعي الحكام، تستدعي الحكام كلهم مش حكم واحد، وتقعد تشرح الحالات وتشوف الاخطاء فين ومعالجه الاخطاء فين. لا صدر قرار بايقاف ولا صدر قرار باحاله اي حكم للتحقيق. تاخدوا المفاجاه كمان، النهارده لجنه الحكام من خلال اتحاد الكوره ارسلت خطاب رسمي بتحتج بشده على ما حدث بالامس من اختراق بروتوكول تقنيه الفيديو، بروتوكول الفار، في مساله عرض الصوت المتعلق بحكم المباراه اثناء مناقشه لعبه جدليه مع غرفه تقنيه الفيديو. ايوه لجنه الحكام اعترضت بشده وخطبت من خلال اتحاد الكره الجهات المعنيه بعدم تكرار الكارثه التي حدثت بالامس. ناس كتيره كانت فاكره وفرحانه ومبسوطه باللي اتعرض امبارح. اللي اتعرض امبارح ده لو وصل للايفاب هتبقى عندنا مشكله، هتبقى عندنا مشكله. انا قبل ما اطلع اتكلم لازم اسال، انا مش هجتهد في معلومات زي دي، لازم اسال ولازم اروح للمصدر ولازم اروح للمسؤول، لان الكلام ده ما فيهوش هزار. فكره لعبه ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء، ده عادي جدا بتحصل، والاهلي ياما اتظلم من امين عمر، ودي جزئيه هاجي عليها اتكلم عليها بعد كده. الاهلي ياما اتظلم من امين عمر على فكره، لعمر الاهلي كان بيحاول يلجا لبعض الاساليب اللي احنا سمعناها امبارح وشفناها امبارح عشان يكون في ارهاب للتحكيم من بدري، ولا كان بيتكلم على انديه منافسه. الاهلي كان بيتكلم دايما على حاله جدليه تخص مباراته هو، كان دايما الاهلي سياقه كده، وهو بيتكلم على اي حاجه متعلقه بالتحكيم، وكان دايما بيطالب بتطوير المنظومه، لان تطوير المنظومه هيبقى ايجابي جدا لكل الانديه مش للاهلي بس. ولكن امبارح وكان المباراه دي هي بطوله الدوري، حقك عايز تاخد حقك حقك، ولكن ما ينفعش يتقال معلومات غلط، وما ينفعش خبراء التحكيم مع احترامي الكامل للجميع يتفقوا يختلفوا على ضربات الجزاء، هم ادرى مني، انا مش خبير تحكيمي، هم ادرى مني، ولكن ما ينفعش كل خبراء التحكيم اللي طلعوا امبارح شغالين على فكره ذبح حكم المباراه دون التطرق للكارثه اللي حصلت من مخرج المباراه. انا مش قادر اتخيل خبراء التحكيم اللي هم فاهمين في بروتوكول الفار اكتر مننا، وعارفين الايفاب بينص على ايه، وعارفين ان عرض المحادثه ده عشان يتم لازم في اجراءات معينه، كل ده محدش يتكلم عليه، كله مسك اصل الكوره تلات ارباعها بره، اصل الكوره ربعها جوه. هو ده خطا في القانون طبعا، ده مش صح، واكيد حكم المباراه عارف الكلام ده، ولكن ده كمان ما يعيدش مباراه على فكره. يعني بعض ما نجتهد امبارح وقال الكلام ده يعيد المباراه، لا الكلام ده ما يعيدش المباراه، ومفيش حاجه اسمها اعاده مباراه، المباراه خلصت وانتهت. هو في اكتر من لعبه مباراه الاهلي والبنك الاهلي يا جماعه؟ ايه ما تنسوش دي اللعبه كانت من سنتين، الاخ محمد سلامه ميدو في غرفه تقنيه الفيديو نده لامين عمر قال له الكره دي مش جون، قال له ليه؟ قال له اصل استئناف اللعب، رغم ان بروتوكول الفار ما فيهوش حاجه اسمها انك تلغي هدف عشان استئناف اللعب، ومع ذلك اتلغى الهدف، ومع ذلك الاهلي خسر نقاط من هذه المباراه، والاهلي خسر دوري بسبب اخطاء زي دي، وكان امين عمر حكم المباراه. عشان بس الناس ما تاخدش فكره اصل الحكم بيشجع نادي منافس، وانا ما اعرفش مين المنافس، هم يقصدوا فيوتشر ولا بيراميدز؟ يعني الزمالك كان ثالث الدوري اعتقد، وكان فيوتشر الرابع،
فاللي كان منافس للزمالك كان فيوتشر وبيراميدز، هم دول المنافسين ولا تقصدوا ايه؟ احب الكلام يبقى مباشر ومواجه، ما يبقاش الكلام فيه لوعه كده في وسط السطور. ولكن الجزئيه المتعلقه بايقاف حكم، بتحويل حكم للتحقيق، ما حصلتش، ولجنه الحكام اتخذت موقف وطالبت ان ده ما يتكررش تاني، لان ده خطا كارثي حدث من مخرج المباراه. ولومي على خبراء التحكيم، لومي على خبراء التحكيم ان سابوا الكارثه اللي حصلت دي ومسكوا في بعض اللعبات، مع احترامي الكامل ممكن يكون فيها اخطاء تقديريه، بدليل ان في لعبه الكل قال ان فيها كارت احمر للاعب من نادي الزمالك، ومع ذلك محدش سال طب ليه الفار ما استدعاش الحكم؟ هل حد سال ممكن يكون في حدث محادثه ما بين حكم الفار وحكم الملعب وقال له اصل الرجل ما كانتش داخله بكامل قوتها على لاعب نادي المقاولين وبالتالي ما تستحقش الكارت الاحمر وبالتالي الفار ما استدعاش حكم المباراه؟ محدش بيسال، الناس كلها بتحاول بس تطلع اي اخطاء عشان تعمل بروباجندا، ولكن الخطا الكارثي اللي تم امبارح محدش تناوله، محدش سال لجنه الحكام، محدش سال اتحاد الكوره. وانا لومي على مخرج مباراه امبارح ومحدش يقول لي اصل دي كاميرات جديده فطبيعي الكاميرا الجديده يبقى فيها البروي بتاع الصوت فيطلع على الهواء. لا يا فندم، احنا فاهمين، فاهمين الشغلانه بتحصل ازاي وبتشتغل ازاي. الكاميرا اكيد بيبقى فيها مايك، والمايك بتاع الكاميرا ده البروي بتاع الصوت اللي هو الحاجات التاثيرات الجانبيه اللي حوالين الكاميرا. الصوت ده عشان يطلع لازم المخرج اللي موجود في عربيه الاذاعه الخارجيه فيد الصوت اللي طالع من الكاميرا ده، لازم المخرج يشغله ويطلعه عنده من العربيه، لان الكاميرا لو البروي بتاعها مكتوم من عربيه الاذاعه الخارجيه ومش شغال الصوت ده مش هيطلع لحضرتك على الهواء. فالمخرج ساهم ان الصوت طلع بالشكل ده، وساهم ان الامور تحصل تكون جدليه بالشكل ده. وانا عندي مشكله مع المخرجين المباريات في الدوري المصري او حتى في مصر. ليه؟ نفس الخطا اللي حصل امبارح ده مش هشبهه بنفس التشبيه، ولكن المخرجين للاسف مش عارفين ان هو بيخرج مباراه ليها رولز معينه. هو مش بيخرج ماتش في دوره رمضانيه ولا نهائي مركز شباب، انت بتخرج مباراه في الدوري المصري، دوري رابطه الانديه المحترفه، ليها رولز معين، في راننج اوردر حضرتك كمخرج بتشتغل عليه، لازم لما تعرض حاجه بيبقى طبقا للبروتوكول طبقا للقانون. بمعنى ايه؟ مثلا لعبات جدليه الفار بيناقشها، بعد الفار ما ناقش وعرض ما ينفعش حضرتك تجيب لعبه او لقطه الفار ما طلعهاش على الشاشه، لانك كده انت بتعمل اثاره جدليه في لعبات، وده حصل قبل كده في مباراه الاهلي والرجاء المغربي. المخرج اجتهد وحب يعني مش عارف اقول ازاي والله الفكره في حد ذاتها، لان هو اشتغل من دماغه يعني قدر الامكان، بس بحاول اختار الكلام، اشتغل من دماغه، حاول بس يجتهد كده وعمل حاجه بعيده عن القانون وبعيده عن الرولز المتعلقه بتصوير واخراج المباريات. وبعد الفار مع عرض اللقطات راح جاب لعبه هو او جاب لقطه من عنده الفار ما كانش اشتغل عليها، لان مثلا الفار كان شاكك فيها مش متاكد منها، لكن المخرج عشان يعمل ترند ويبقى هو البرواز خد لقطه زي دي وطلعها. اللي حصل امبارح ده هي نفس الفكره، مخرج عايز يتشهر، مخرج عايز يعمل لقطه، خالف بروتوكول الفار، عارف ان في رولز معينه بيشتغل من خلالها، ما عملش كل ده، خد الفيد بتاع الصوت وطلعه على الهواء. ده كان نايس كمان ياخد الفيد بتاع الاذاعه الخارجيه بتاعت غرفه الفار ويطلعها على الهواء، وتبقى ايه مسرحيه وفرح على الهواء. اللي بيحصل ده اسمه هزار، مفيش حاجه اسمها كده، والناس المفروض تفهم الجمهور الكلام ده خبراء التحكيم، ولكن خبراء التحكيم امبارح بيتكلموا كرة عدت الخط، لا مش في الخط، ضربة جزاء مش لمسة يد، رغم ان امين عمر مع محمد عادل كانوا بيتكلموا في القانون بشكل كويس جدا ما عدا الجزئية الأخيرة، ومحدش سمع عادل عشان يعرف امين بيتكلم في ايه برضه، يعني الناس كانت لازم تسمع عادل قال ايه عشان تعرف امين كان بيتكلم في ايه. الحاجة الأخيرة ودي آخر حاجة كنت أتخيلها، إن يطلع خبير تحكيمي النهاردة في المواقع يقول لك ايه هدف المقاولين غير سليم. ليه؟ قال لك أصل الكورة مش ضربة ركنية، دون ذكر اسمه هو هيبقى عارف نفسه والناس عارفاه. يا كابتن ارجع اتفرج على اللعبه تاني، لان الكوره خبطت في رجل عبد الغني وطلعت ضربه ركنيه. فكل واحد يا ريت بس يخليه في شغلته، ومحدش يحاول يجتهد ويخش في تفاصيل يعني مش فاهم في كواليسها وتفاصيلها. وكان مهم جدا اتكلم على الجزئيات دي، لان انا من امبارح لغايه النهارده مش شايف واحد بيتكلم على الخطا الكارثي في استعراض لعبه دون معرفة الحكام واللجنة والاتحاد إن عرض الصوت بتاع الحكم هيتم عرضه للجماهير في الإذاعة الخارجية والبث المباشر في القناة الناقلة لمباراة الدوري العام. أتمنى ما يتكررش الموضوع ده تاني.